دورة تكوينية تمتد من 21 أبريل 2014 إلى 24 ماي 2014، ينظمها الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بالتنسيق مع قسم التكوين النقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل. هذه الدورة التكوينية تستهدف المسؤولين النقابيين في النقابات الأساسية، هي تقريبا من المرات القلائل التي نستهدف فيها النقابات الأساسية في التكوين النقابي. طبعا نحن نريد أن نطور قدرات المسؤول النقابي، خاصة في ظل التغيرات الحالية في سوق الشغل، في ظل التغيرات السياسية، في ظل كثرة المشاغل، كثرة طلبات الأجراء، فلا بد أن يكون المسؤول النقابي له قدر من المعرفة وقدر من الحنكة للتعامل مع كل هذه المستجدات. أهمية التكوين النقابي، هذا السلاح الذي بدونه لا يمكن للهيكل النقابي وخاصة في النقابات الأساسية أن يقوم بدوره وأن يؤدي رسالته النقابية على أحسن وجه. هذه الندوة تتمحور أو تتكون من 5 محاور، معناها سيتلقى المشاركون فيها معناها تكوين في 5 محاور أساسية تهم عملهم، وبالأساس عملية التفاوض وعملية التواصل. بالنسبة للتواصل نفسر فيه تكنيك كامل على يعني كيف تتواصل مع الآخر، هو هي باش نعطوهم مفهوم التواصل، جهاز التواصل، كيف تتواصل، الإيجابيات بتاع التواصل، السلبيات بتاع التواصل، وكيفية السلبيات، كيفية التجاوز بتاعها السلبيات باش نجم تتفاوض مع العباد الآخر على شو. من التواصل هذاك أنت باش توصل، من التواصل باش توصل للمفاوضات، ما تنجمش تفاوض إذا كان ما عندكش تقنية الاتصال. تقنية الاتصال احنا باش نشوفوا هي المبادئ الأساسية الأولى في الاتصال، بعدين نوصلوا حتى للتحليل الأطراف المقابلة على شو فيها ديكومبوزون أنواع اجتماعية، أنماط اجتماعية، عدة أنماط اجتماعية، فيها 4 أنماط اجتماعية بصفة عامة. يلزم النقابي الفطن والفهم الضوء بتاعه بالصحيح، يلزم الطرف المقابل من الأول يقاه على في أي نمط اجتماعي يكون موجود، على ضوء قراءته للطرف المقابل في النمط الاجتماعي هو يستجلبه للحلقة اللي هو قوي فيها وينجم يتفاوض معه وينجم يحقق معه النتائج.